هاي مشاهدينا، حلقة جديدة من أوتوفوكس، وأكيد سيارة جديدة عبر جريت وول عم تعرف فيها. بكل حلقة شفنا طرازات عديدة بحلقات سابقة، واليوم كمان رح نتابع مع طراز جديد، ودايما مع مسز سارة دبوسي. هاي سارة. هاي جوج. اليوم سيارة أو SUV كتير حلو عن جد، شكلا ومضمونا إذا فينا نقول. دبوسي جروب دايما عودونا على أوفرات مهمة كمان، غير إنه عن السيارات الحلوة اللي عم نشوفها. دبوسي جروب بنرجع نذكر، انتم وكلاء مجموعه كبيره من اهم شركات السيارات بشمال لبنان، اضافه لكار رنتل، ان هاوس فاينانسينج، وسوبر بروتكشن، شركه وساطة التامين اللي بدي ضوي شوي عليها اليوم ببدايه حلقتنا قبل ما نحكي عنها، الهافال الابيض اللي معنا اليوم باستديوهات اوتوفوكس. مزبوط جورج، نحن بسوبر بروتكشن نتعامل مع اهم شركات انشورنس بلبنان، ومنتميز عن باقي شركات وساطات التامين بانه نقدم دور تو دور سيرفيس. الزبون ما بيوجع راسه ات اول، كل شيء لازم يعمله هو يدق لنا وقت بيصير في حادث، نحن بننقل السياره من مكان الحادث الى جراجتنا، يعني كمان هون ما بيوجع راسه وين عم تتصلح السياره او باي جراج. بالشركه عم تتصلح بالشركه، جراجتنا بالشمال وببيروت، وهلا عم يفتحوا بصيدا كمان. نعم. نحن بننسق مع شركه الانشورنس، كل القطع بيتغيروا، ما في شيء بيتصلح، نحن بنحصل كلفة الأكسيدان من شركة التأمين. الزبون ما الزبون أبدا ما بيتعرف على شيء، حتى فرانشيز ما في، وديبريشيشن على البارتس. واللبناني ما بحب هالقصص، يعني ما بحب يغنش أبدا وينعمل عنه كل هالأمور ويكلف ناس دايما تعملوا له وراقه ومعاملاته. شركة دبوسي جروب عم تقوم بهالمعاملات كلها. هو بس بحاجة للريبليسمنت كار، بيطلب منا ريبليسمنت كار، مش بحاجة بينطر سيارته بتوصل لعنده. وكمان بتأمنه السيارة البديلة على البيت لعنده. طبيعي ريبليسمنت كار. مزبوط. نعم. مزبوط. طيب اليوم هالهافال حلو كتير، وبدي أذكر الهافال مشاهدينا سيارة منافسة ببطولات كبيرة، منها سباق داكار الصحراوي اللي عم يصير بالسنوات الأخيرة بأمريكا الجنوبية. بال 2012 هالسيارة هيدا أو هالSUV هيدا أحرز المركز السادس، وكان مركز سادس بسباق داكار، مش حالة مركز يعني بهالسباق الصعب جدا. وشفناه كمان بسباق هالموسم اللي انتهى من فترة من أيام قليلة، كمان عم شوف الهافال منافس على المراكز الأولى ضمن سباق رالي داكار. معلومات منيحة عن معلومات كثير منيحة. أنا بس بدي ألفت نظرك لشغلة صغيرة، إنه الهافال H5 في بموتوره تعاون صيني ياباني. ياباني صحيح. مزبوط. يلا منشوف المحرك سوا. يلا منشوفه. والتعاون هو مع ميتسوبيشي، مش حيلا مصنع للسيارات باليابان يعني. مزبوط. ومعروف الميتسوبيشي عن شطارتها بمحركات الفور باي فور، يعني عندها ميزة كثير كبيرة بهالنوع من المحركات. عم نحكي 2.4 لتر انجن، وعم نحكي سيارة فل اوبشنز لكجري اوبشنز. نعم. رير سنسر، رير كاميرا، لذر سيتس، بلوتوث، تاتش سكرين، دي في دي بلاير، اكيد اوتو لوك فانكشن، افل مركزي، يعني البيسكس موجودين طبيعي. كمان بنشوف شوي الاوبشنز من حيث المحرك، محرك نشيط جدا، وصل ل 2.4 لتر سعته صار بعد مش حاطه 2400 سي الانجن، وعم نحكي 135 حصان. اوكي. الهافال بيجي بعده الوان، اليوم عندنا الابيض. مزبوط. اليوم عندنا فالنتاين، قلنا حبينا في منه احمر ابيض، ما في منه احمر. أوكي. بس فينا نطلب احمر، احمر بيجي على الطلب اذا حدا بده. انا بحس الاسود والابيض احلى لونين عليه، خاصه الابيض كثير لافت اللون. يس. خاصه بنشوف البلاك اللي داخل على الجريل الامامي من ناحيه لون الدوليب كمان، واللون الاسود كمان اللي داخل على الفوج لايتس، هيك عطي طابع كثير كثير حلو. وعلى الشبيك كمان على السايد فيو من السياره نشوف اللون الاسود كمان داخل بطريقه حلوه كثير. سعر هالهافال، الهافال سعره 22900 including registration and VAT، 22900 عليه 5 سنين warranty او 100000 كيلو، عليه 0% interest over 5 years مع 20% دفع اولى، يعني عم بيرجعوا يوفروا تقريبا بين 4000 5000 فوايد من حقه من وراء هالأوفر. رغم التوفير يعني السيارة سعرها ممتاز، يعني 22900 حتى لو في كان فيها فايدة بضل سعر السيارة رائع جدا وكتير منافس. كيف بعد مع فايدة 0%؟ سارة نحن بنشجع الناس يجوا ياخذوه بفالنتاين هلا للهافال H5.
يستفيدوا من الدور تو دور سيرفيس ومن العروضات يلي مقدمين عليه للهبال. هي سياره للسيدات وللرجال بنفس الوقت، يعني منها الكثير كبيره كبيج اس يو في، هي مزبوط. تقريبا كروس اوفر اس يو في وبتلبق للجنسين مثل ما بيقولوا. مزبوط. ثانك يو ساره. ثانك يو لك. مشاهدينا مثل العاده wheelers.me ويب سايت بتشوفوا فيه سيارات اوتو فوكس وكل السيارات الباقيه ايضا مع سبيكس تبعها وغيرها واسعار. وما تنسوا كمان تابعونا على الفيسبوك اوتو فوكس ام تي في وتويتر @autofocusmtv. 好